بسم الله الرحمن الرحيم. 70 قسم کی بلاؤں سے حفاظت. جو شخص فجر کی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ یہ مختصر کلمہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ 70 قسم کی بلائیں اس سے دور کر دیتے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ, لا حيلة ولا احتيال ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حيلة ولا احتيال ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حيلة ولا احتيال ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حيلة ولا احتيال ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حيلة ولا احتيال ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حيلة ولا احتيال ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حيلة ولا احتيال ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حيلة ولا احتيال ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله, لا حيلة ولا احتيال ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه.